عاود كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك يا امس. يا الله المهم داك الشيء اللي كنت عاودت ديك المره اللي فاتت نعاود نقول لها باش حاجه علاقه بالناس المستمعين باش يعرفوا ولا ندخل شوف بغيتي تعاود داكشي اللي فات مع دابا خذ راحتك. أنا صافي نبدا نكون من ازيرو باش الناس كاملين يعرفوا بلاش وكاعين وكساعات. تفضل يا يونس. المهم اخويا بدر كنت عايش انا والوالد والوالده شحال هذه اللي كتبقى في المكان هذا. جيم باش ما يحبسكمش اللايف كلشي بقى يبرك هكا باش ما يخرج حتى واحد اللايف نبقاو مجموعين كلشي يبرك على جيم ما غتخسر والو. يلا سير عطيني المهم تكجلنا انت اللي تتفرج فيا. اسمح لي اخويا يونس كمل عاود كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك. الله يحفظك اخويا بدر. المهم انا عاودك من ازيرو ملي كنت صغير شويه هكا كيفاش حتى لين وصلت انا عاودك ملي كنت حتى لين. اها. المهم كنت عايش انا والوالد والوالده وجوج خوتي بنات. انا ديك الساعات كانت في العمر ديالي شي 14 عام هكا كانت في عمري 14 عام. قبل ما تمرض الوالده باقي عاقة على واحد الكلمه اخويا بدر ما كنتش قلتها لك ديك المره. واي كلمه غادي نقولها دابا خي بدر وربي شاهد عليا في اي كلمه غادي نقولها حق الله. كنت واحد النهار كنت باقي مخلوعه من النعاس وديري يديها في صدرها وكتغوت يعني حلمت واحد جاها في المنام كلب اسود. فهمتيني؟ جاها في المنام كلب اسود عندها من الصدر ديالها يعني هي كتعاود لها من الفم ديالها هذاك الكلب الاسود كيجرها وهي كتجر. يعني فقت من النعاس فقت مخلوعه يعني عندها الحريق في الصدر ديالها. وقلنا لها مالك ويعني قالت لي لواحد جداتي وقالت لها انني نفطر كامل قالت لنا حلمت كلب بحال شنو واشني واشني. المهم بقات المهم كتعاود لنا داك الشيء هذاك نقول لك يا بدر حنا كتنمر عليا باش كتعود كانت قالتها لي انا والجده ديالي والدارتين كاملين وجدتي يعني تنقول لك مرة كبيرة يعني دابا حاليا مثلا إلا بغيتي نعطيك الكلمة ديالها وتصوني عليها وتسول على هاد الكلمة هادي قسما بالله تقول لك بصح كانت هاد الكلمة هادي كانت قالتها لي في شحال هادي. المهم ديك بقى عندنا داك الحريق في صدرها من تما تقاست بالسرطان. الأم ديالي ديك الساعة كانت عمرها شي 38 ديك الساعات كنت بصراحة أنا كنت عندها عزيز بزاف يعني كنت أنا هو الولد الوحيد اللي كنت عندها يعني كنت مالية فيا في الشهانية هادي وكذا يعني بالليل ونهار خايبة ضرني بين بالليل ونهار الحياة ديالنا تقلبات الأب ديالي رجع كرهني بدون سبب يعني رجع فاش مرضت الوالدة يعني الأب ديالي رجع كرهني بدون سبب يعني كيجري عليا من الدار الوالدة يعني الوالدة كتقطع بالحريق يعني حتى من كثرة ديك المشاكل اللي كانوا وقعوا لنا حتى تذاك الدار رحلنا منها مكثرة ديك المشاكل اللي كانوا غير بديك الأعوام يعني قبل كنا عايشين بخير يعني في القوصة وديك الأيام التوالى يعني كانوا واحد المشاكل اللي بزاف. أنا كنشوف ديك الساعات كنشوف الأم ديالي كتقطع حدايا بالحريق ويعني كنت خايف أنا من داك النهار اللي غادي تموت فيه مثلا عارفة خويا بدر إذا ماتت هي نعرف المصير ديالي هو الزنقة. صافي بقى كيجي الحريق البزولة حتى طلعنا الطبيب حيرة البزولة وداك المرض بقى كيتنقل فهمتي. يعني جاها اليديات تنفخات جاها الفم سنانها طاحوا جاها الشعر ولات قاعه جاها الضفران كاملين تحيدوا لها جاها اليديها ولات منفوخه بزاف في التالي كاع شلات مابقاتش كتحرك مره قد ما كانت في الاول تبارك الله صحيحه وزوينه ما شاء الله عليها وكل شيء حتى ولات يعني بالليل ونهار ولات ما كتحركش كاع لدرجة خي بدر فاش كنت نقول للدار كنلقاها كتغوت وكتعذب وداك الحريق يعني داك السرطان تنقول لك اخويا الله يشافي جميع مرضى السرطان يا ربي ولا لي قرب شي انسان لذاك المرض هذا قسما بالله. صافي فاش كنلقاها خي بدر الا كندخل للدار كنلقاها كتغوت كتقول ديك الكلمة ديال اربي 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 مكسر داك الحريق مابقيتش انا قادر نسمع هذا الصوت صافي ضرني في ودني مكسر صافي اللي كتشوفني الاعز ما عندك كتعذب حداك حتى وليت كنخرج الزنقه وانا نزيد ديال السما تنقول يا ربي يا ربي اللي كانت الموت غادي تريحها يا ربي لما ندخل للدار نلقاها ماتت واخا انا ما باغيش تنقول يعني اللهم الموت يكون لي واه خاي بدر تنقول اللهم يكون الموت ليها راحه اللي كانت الموت تريحها اللهم ديها يعني يعني واخا صعب عليا كذلك انني نتقبل هذا الشيء هذا اللي كانت مغات الموت تريحها من العذاب يا ربي لما ديها عندك صافي حيت ما بقيتش قادر كنشوفها كتألم وما عندي ليها جهد
الحمد لله خوتي يعني عندي جوج بنات الحمد لله يعني في ذاك العام هذا كتب لهم الله ولاد الناس تزوجوا وقلت الحمد لله بعد ملي خوتي تزوجوا انا كما كان الحال يعني دري كنبقى راجل يعني حتى العش الزنقه ولا كما كان الحال ملي كنبقى راجل الحاجه الوحيده يعني خوتي بنات تزوجوا هذه الحاجه الوحيده اللي حمدت الله وشكرته صافي مشاو لديرهم وانا كنشوف الاب ديالي رجع كرهني بدون سبب صافي زيت حوايجي سافرت وانا مازال صغير يعني بغيت نخدم ندير اي حاجه نتعالج نتعاون معك مع امي نعالجها كلشي حيت كان شويه الفقر وكنا كاريين وكنت ديك الساعه انايا كنت ملي كنشوف امي تبدا الحريق هذاك والاب ديالي قاصح معايا صافي طلعت ليا الدنيا في راسي زيت حوايجي سافرت لطنجة تقريبا فتره طويله وانا كنصغير ديك المحطه ديال طنجة تقريبا شي شفت راه المهم دوز المجموع كامل دوز تقريبا شي 9 اشهر وانا مسافر حتى راه واحد الليله غير بالصدفه كنت هبطت للمدينه اللي انا ساكن فيها كنت هبطت وحالتي يعني حالتي مكرفصه ديال بصح فهمت يعني باقي يلاه ديك 15 عام باقي دري صغير يعني هبطت نيجا انا عند الاخت ديالي اختي ما كتشوف صدماتني شافتني دخلت عندها للدار جالس معها شويه دخلت دوزت بقينا جالسين وشو واقع بها درت بحال من الزهر وحق الله شويه هو صنع عليها با في التليفون قال لي الو مع شي جوايه 3 الصباح هكاك ولا هذه 3 ونص 3 الصباح قال لي اجي دابا امك راه بغاتكم راه بغاتك هو ما كانش عارفني بلي انا راني معاها مزيان قال لي اجي امك راه بغاتك صافي ملي لينا كنسمعوا هذيك الكلمه ديال اجي راه مع جوج اللي بغاتكم امك صافي عرفنا بلي راه شي حاجه يعني كاين الموت وسبحان الله ربي كان باغيني نشوف انا يقول الناس موت وحق الله صافي جي فاش شفنا المكان ما خرجنا بالليل جينا كنجرتو وجينا دخلنا للدار اختي دخلت عندها انا بقيت برا كنسمع غير البكا كنسمع جداتي وكنت عندها اختي المهم كيقطروا ليا وكيتباكاو معاها وما نقدرش نتخبر علاش الاب ديالي اللي كنقولوا كنقاصح معايا يدير بالصح فهمتي الله يسمح له هادشي اللي كاين و صافي فاش بغيت ندخل الاب ديالي ما خلانيش كاع ندخل يعني صغير معايا 9 اشهر ما شفتهاش 9 اشهر ما شفتهاش وهي مش لالا وكتقول لهم يعني حتى فمها عواج كتقول لهم بغيت نشوف يونس فهمتي بغيت نشوف ولدي بغيت نشوف ولدي كتضرب واحد الطريقه يعني الهضره بالسلب باش كتخرجها واحد الساعه هو جا نسيبي عنده قال له حشومه عليك قال له خلي الدري يدخل يشوف امه يعني خلي الدري يدخل يتسامح معاها وداك الشيء صافي دخلت لقيت الام ديالي كيقطروا عليا تقريبا تخيل معايا خيبة ضروريه تقريبا 9 اشهر ما حركتش يديها وما حركتش رجليها وفمها عواج ما كتحركش فهمتي وتخيل معايا خيبة ضر فاش شافتني قسما بالله شافتني جاي عندها حركات يديها وحركات يديها وعنقاتني هكا وباستني قالت لي توحشتك واحد الكلمه قالت لي باش خرجاتها قالت لي توحشتك هكا وعنقاتني وفتلي خيبة ضر رضت عليا وقالت لي تهلا براسك تهلا براسك وكتقول لي انت ما سخيتش بك وكتبكي وحاجه واحده شنو هي كنحمد الله كنشكرو هي ان ماتت في احسن ليله في رمضان 27 في ليله القدر مع الفجر مع الله اكبر مع الروح طلعت يعني الحمد لله في احسن الليله وحاجه ثانيه يعني الحمد لله حمد الله وشكرته ما تسمع نقاني يعني هذيك اللحظه ديال ما تسمع نقاني ميته وهي ما نقاني حق الله صافي كنقولوا خيبة ضر كعرف فاش كتمشي الام صافي يعني جات كتحن فيا كيقول واحد المثل الا جات الام وسد العتبه ولا مشى الاب وسد الركبه حاجه واحده بان كنحمد الله ونشكره يعني مات في احسن الليله صافي غدا بطنا للقبور من ديك الساعه وانا غير ربي خيبة ضر اللي عالم بيا حق الله عارف راسي فاش غادي ندفنها المصير ديالي الزنقه كتسناني يعني هذه ما كاينش غادي ضروري ديك تعرفها هذه صافي ديك الساعه سافرت بس خايبه الدار كل مره فين كان بات يعني كل مره فين عندي ديك الساعه كنت داس واحد عامين كانت عمري تقريبا ديك 16 عام صافي خايبه الدار كاع عارف سلم مراهقه ولقيت راسي بحال اللي نقولوا نقطع من الشجره ما عندي حتى واحد يعني صافي تبريت تما فين تبريت جميع البليات يعني انا مازال يلا ديك سن المراهقه يعني 15 عام صافي تبليت والشمل ديالنا الشمل ديالنا تفرتك في الدار اقسم بالله الشمال ديالي تفرتك وكتحس براسك يعني بحال اللي مقطع من الشجره صافي بقيت كل مره خيبه في المليوح خوتي البنات فاش كيسولوا فيا هكا في التليفون كيعيطوا لي مثلا في التليفون كنقول لهم عمر قلت لهم بحال دابا شي حاجه هادي كنقول لهم راني غير لاباس واخا نكون دايت في حاجه في محطه ولا هادي ولا شي حاجه كيما كل حال تقول لهم راني لاباس فاش كنت كنجي للمدينه اللي انا فيها كنت اكثر عايش مع جداتي يعني واحد المره
كبير يعني اللي هي امي الام ديالي كنجي عندها تنجلس مع هذيك جداتي خلاص يعني هي الوحده يعني نقولوا هي الوحده اللي مزاده اللي باقيه ليا صافي كتخرب هضره حتى مره فين كل مره فين مشيت للجزائر مشيت المهم بزاف ديال البلايص قفلت 20 سنه فاش كملت 20 سنه يعني فكرت نطور غير بهضر من راسي فكرت ما نبقاش هكا فهمتي يعني كنت من يعني الزنقه شنو غتسبب لك يعني غير الدمار والى ما الى ما دوك قديش راسك براسك ما فيه حتىش راسك براسك انت ما تسناش اللي غادي يجي فيك يقول لها يعني خصوصا انا هي بحال دابا كنت هكا يعني بوحدي زي صافي الحمد لله كنت خدام ديك الساعه في الكرس كنت نعرف واحد الصديق ديالي انايا واحد الصديق ديالي عنده واحد الصديق ديالو كيبني الديور وكيبيع ويمكن له مثلا كيدير مع كريدي فهمتي انا ديك الساعه قال لي اشنو واش قلت له بصراحه بكرة راه السيد اللي كان يدير معايا هاد القضيه ديال مثلا يبيع لي بغيت بدويره هكا بالكريدي ومعد يعني قدام وانا يعني نتقاتل بالعكس انا بالعاني بغيت ندير فيه كريدي باش نزير راسي ونبعد من الحاجه اللي هي خايبه ونبعد من الحاجه اللي غادي تضر صحتي وباش ما عنديش مميره تقول لي في الفلوس باش خدمتي على ربي درت فيا هاد الكريدي باش بصيفه ليا نزير صافي خايب انا أبي الحمد لله وقف معايا السيد حتى شري الدار والحمد لله فرشها وهذا هو الحلم الواحد اللي كان عندي يعني كنت كنقول مع راسي عندي غادي نبقى كاري حياتي كامله والله ما نخلصها في الدار ديالي يعني ونهار نكبر شويه على ربي نلقى بعدا قبر الحياه على الاقل واللي ما يعيش المعيشه اللي عشتها انايا صافي غير بدر يعني كنت الحمد لله ديك الساعه كنت خدام على راسي يعني بلا ما نقول لك بدر راني جميع الصناعات اي حاجه خدمت فيها ما كاينش حاجه بحال الله ما خدمتش فيها قسما بالله صافي كنت تعرفت على باش كنت 20 سنه باش كنت شريت الدار هذاك العام هذاك كنت تعرفت على واحد الانسانه وهاد الانسان يعني كيف تعرفت عليها كيف تعرفت عليها يعني فتره ماشي طويله بزاف صافي عرفت السيده يعني ماشي بنت دي خلاصة انا صافي بالعكس عجبني الحال انا قلت الحمد لله يعني قلت كما الله ربي يزيد يسر لي ويوقف معايا فهمتي بالعكس تزوجت بها يعني ما عمري جرحت هذيك الكلمه ولا قلت لها مثلا كذا ولا هذه بالعكس ولات كنخدم بالليل والنهار ونجي نتقاصر ونوجد هكا مثلا الطريقه ديال الشهر صافي يا الله انا قلت مع راسي قلت ربما ربي يفتح لي بند الخير يعني صافي درت العقد تزوجت على سنه الله ورسوله العام الاول الزواج اخي فاضل يعني ديك الايام الاولى كنت عادي في الزواج ديالي غير واحد الفتره قليله وانا كنحس براسي مزير عليا وماشي هو هذاك والعام الاول اللي تزوجت فيه ضربت قصيده تهرس من الرجل ديالي من الفخط درت الحديد تقريبا نص شهر وانا كندير ليه كوش طايح في الفراش وما عنديش مشكل ما عنديش حتى اللي مقابلني وما عنديش اللي غادي وقيت طايحه كدرت ليا ما كنقدرش تقريبا جيت المشهور وانا مجبد وسط الشهور وانا كندير ليه كوش حق الله ومع الايام كثروا المشاكل بزاف 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 على ابسط الامور والعكاس وعرفت ان تاكدت باللي راه هذا الشيء ماشي عادي يعني راه السحور راه واقع ليا هذا يعني هذاك الشيء يعني ما بغاش ندخل في التفاصيل بزاف ولكن داك الشيء هذاك بزاف اللي كان تيوقع ليا منهم احلام منهم انا ديك الساعه كنت داير واحد التطبيق ديال التجسس في التليفون ديالها يعني هي ما كانتش عارفه تطبيق ديال التجسس يعني عرفت شي حوايج يعني اللي منهم السحر منهم بزاف ديال الحوايج اللي ما خايبين عرفتهم متاكد مادام راسك كل كلمه خايبه طرا مادام راسك كل كلمه وكل كلمه خايبه طرا عندي عليها الدالي ودابا تقول لي حكا انا نقول ولا خويا صيفط لي داكشي اللي عندك ونصيفط صافي بقيت كنشوف انا قلت اخويا بدر الحل واحد هو الطلاق انا ما عندي ما ندير مشاكل ما عندي من ما كبرش داك المشاكل ما عندي ما ندير بصداع ولا بشي حاجه صافي طلقنا انا بقى كل شهر خبادر كل شهر كل عام في شهر جوج كتوقع لي كارثه قصيده مر قصيده تقريبا خبادر راني قلتي لاختي واش صيفط لك التصاور ديال صيفط الطلاق هي صيفطوني دابا نتمنى من الادمين انها تصيفطهم كمل لي قولها لها باش تصيفط لك يعني قصيده يعني تنقول لك الا لم تخيل معايا تكون غادي تكاس مع فرن فريح زي كنلقى طوم يضربطني ولا شي موتور يضربطني وما يمكن نلقى شبعان يعني حوالي خصوصا في شهر جوج تا وليت كنخاف نخرج في شهر جوج حق الله اخي بدر
يعني عانيت في الصمت، كتشوف راسك يعني ما بيدك تعالج، ما بيدك توجد الفلوس يعني داك الشهر ضروري، يعني ما غاديش يعقل عليك السيد خاصك توجد الفلوس هذا الشهر. جا كيبان لي يعني الحل الوحيد هو الموت، حق الله العلي العظيم. يعني واحد اللي كنت في الدراك غير بوحديتي جالس وكنفكر في هذا الشيء هذا، وما عجبنيش الحال، وما كنتش باغي اصلا نطلق، وما كنتش باغي نوصل لهذا الشيء اللي فهمني فيه. بالعكس انا مهما شريت الدار كريدي مهما تزوجت راني باغي نكمل في حياتي، ما بغيتش نرجع للمربع. نسيت يعني مصافي ديك القضيه الطلاق وداك الشيء هذاك صافي صافي نهار باش طلقت ما عجبنيش الحال، انا هي ما بقاش عجبني الحال. هذاك اللي كان جالس في الدار هو واحد الدري صنعلي، هو الدري صنعلي يعني انا قبل ما نتزوج كنت كنتعرف مع الناس بزاف والبليه وهادي وهادي وهادي، ولكن نهار تزوجت بعدت من الصحاب كاملين وبعدت من البليه كامله، وليت كنصلي خدمتي داري، هما الحوايج اللي وليت مقابل يعني تبدلت 100 ألف درجه تبدلت. صافي ديك الليله هو سمع لي واحد الدري صافي قال لي اخويا فين راك وداك الشيء. انا ديك الساعه اللي كانت في الدار ما يعني بنية صافي، يعني قلت له مرحبا بك انا جالس غير بالدراني غير بس اجي عندي راني جالس بالدار بوحديتي. قال لي شاكا بواحد، قلت له مرحبا بك راني بوحديتي. صافي جا عندي وكان معاه واحد الدري، هو الدري اللي كان معاه كنعرفو انا يعني الدري اللي معاه كنعرفو انا قبل ما نعرف الاخر. هذا اللي عيط لي في التليفون الاخر اللي كان معاه يعني كنعرف مع شي صحبه قديمه. دخلنا كنا جالسين هكا في الدار، ترحبت فيهم كنا جالسين جبدت الهضره شويه، قال لي علاش ما كتسولش؟ قلت له انا كنعرف عندي مسؤوليه وهذه وهذه وهذه. قال لي بهذه الكلمه هذه هذاك الاخر اللي معاه قال لي انت درتي الدار ودرتي المدير درتي المدير ما بقيتش كتسول، فهمتي؟ مشي هضره ما عجبتنيش انا يعني ما حاولت نبدل الموضوع. قلت لهم انا نوجد العشاء باش تعشاو يعني مرحبا بكم، يعني بالعاني غير باش نبدل الموضوع ونجنب خبره عليا الصداع. انا حيت علاش هما كانوا حيت هما كانوا شاربين. هذه ديال القصه ديال اللي يديك جو كخوا ياك باش نركز. دخلت في اليد دخلت هذه في التصوير ياك تصاور اليد بزاف اخويا تصاور كمل اخويا. صافي مشيت للكوزينه كتخالط المهم كنقولوا حاولت نجنبك الصداع، مشيت للكوزينه بنيه صافيه والله بنيه صافيه بغيت نجبد لك شويه نوجد ما نتعشى. واحد الساعه بالدوره اللي غندور وجهي كتبان لي جنويه كبيره يعني غتجيني في الوسط ديال وجهي، كنطكيها باليد ديالي ديال اليسر، طكيتها باليد اليسر راك شي تصوير على الكف ديال اليد ديالي تحيد. يعني بقات شاد يعني بقات شادني بقات شاده غير ديك الجهه اللي من لتحت. يعني العروق العروق كاملين والعصب كاملين تقطعوا لي وعندي واحد الصباع طرب منه طرف، يعني واحد ضربه في ظهري وضربه في خدي وضربه مهم بزاف ديال الضرابي. انا يعني كسب واحد هكا طايح في الدار وغارق في الماياتي، هما هربوا صافي. حتى بالصدفه واحد الحساس كاين في الحي ديالنا شافهم خارج كيسبوا، جا كيجري شوف شنو كاين دخل للدار لقاني انا بوحدي طايح وغارق في الماياتي. صافي هزني طلعني للطبيب، حتى الطبيب براسو يعني حرفيا شافني يعني كنقولوا مشرمل، يعني هكا شي ضربه ديال التشرمل في ظهري خدي رجلي ركبتي المهم كل اللي درت عمليه ليدي. صبعاني صافي ماتوا يعني لا باليومين هذا صبعاني صافي ماتوا، يعني بحال لي مجموعين كروشي مزيان ما كنطلقهمش مثلا هكا ولا كنتحلوا ولا كنتسبيا يابسين. صافي ديك الساعه راني في السبيطار ولا خالو الطبيب قال لي يعني هاد العمليه ديال يدك واش خاصك تخلص. صافي انا ديك الساعه ديك الموتور اللي كان عندي قسما بالله ديك الموتور اللي كان عندي ديك الساعة عيطت لواحد الدري كنعرفو هكا في كان باغي يشريها من عندي، وعيطت له وانا في السبيطار قلت له غير يعني واخا يكون عندك غير نص الفلوس غير دابا حاليا غير يعني شحال ما عندك عرفني باش تخلص. المهم بعد الموتور كنقول له نص ساعة وصافي. وقبل ما نتضرب هكا في يدي اخي بعد قسما بالله يعني ما خليتش نقدر نوريكم التصاور اللي انا فيهم هذاك اللعبات ديال الدم والعنف ما نقدرش نوريها لكم على فهم بزاف ما نقدرش نوريها لكم. بزاف ناس تيسولوني على التصاور ما نقدرش نوريهم، واغلبيه ديال التصاور راه وجوه باين ما نقدرش نبينو. كمل لي اخويا يونس. قلت لك اخويا بدر صافي عندي الساعات ما تضربت في يدي وداك الشيء الحمد لله. انا قبل يعني قبل ما نتضرب ما خليتهاش خدمت اي حاجه الحمد لله، كنت معلم فيها، كنت في الحلاقه، كنت فنان، كنت في النجاره، كنت خياط، كنت صباع، كنت جلايجي، كنت دايبي، كنت في الجزائر، كنت في القبص،
يعني ما خليت فاش خدمت الحمد لله وتوصل الفلوس وباخر، ولكن نهار كنت ضربت وتعرضت للسحر وداد الحديد في رجليا، وكل شهر كتوقع عليا حاجه، وخصوصا ما خسرت يدي صافي بقى بضرب لي كنشوف حياتي راجعه غير بالنور، الى ما خدمت من كلشي. وكل رمضان وكل عيد كبير دابا حاليا نقص ما بين الليله من نهار مشات الوالده، انا كنت هو غير رمضان اللي داز ولا اللي قبل منه كاملين كندوزهم بوحديتي، ها هو عيد كبير هو جا وكندوزو يعني بوحديتي، ديما كان صافي عيد كبير فيه كنمشي عند الوالده، عارف راسي ما كان عيد عن حد، صافي صباح العيد كان نلبس حويجاتي كنمشي عند الوالده كنجلس معاها نعاود ليها هادي صافي دار رمضان صافي. كنت ديما كنعس كنت ديما كنلقى في سميتو في يديا كنلقى الحنة في يديا فهمتيني، وأحلام كانوا كيجيني خايبين بزاف، وكنت كنفيق مخلوع صداع في راسي، بعد مرات كنت كنقول غادي بالزنقة ما عليا ما بيا حتى كنطيح كنسخف حق الله. الرقعة تعيس معاهم عيس يعني الرقعة ديالي أنايا ديال مدينتي كاملين كيعرفوني، يعني عيس بالرقعة كاملين مشيت عندهم كاملين يعني رجعت منعزل بزاف، كيجوني أفكار اللي هما بحال الإنتحار بحال الحوايج اللي هما خايبين. يعني واخا انا نصيحه ضد هاد الفكره هادي، ولكن اقسم بالله الثقه خويا باز قسما بالله الا قند دابا كلشي اللي صاب واحد المره وراه باقي عندي دابا حاليا باقي عندي صافي، كنت صغير وصلت لواحد الحد اللي صافي يعني كتشوف راسك ماشي انت بغيت نصيحه، راه داك الشيء اللي فيك هو اللي كيخليك تفكر في هاد الشيء هذا وكيخليك تمتين. يعني خصوصا مثلا اللي كنت في راسك يدك بوحدك، يعني انت واحد يعني شاد لك في يدك وجرب مثلا هكا تعالج ولا شي حاجه ولا شي يعني غير فقط صافي نعيط بالروقه تعيط. صرا واحد النهار كنت غادي هكا جيت للحي فين كنسكن منو اللي واحد شويه غادي، هو واحد السيد كيعرفني يعني واحد السيد عمرو شي 47 عام تيعرفني وكيشوفني، يعني ما كيعرف انا ما كنعرفوش ولكن هو تيعرفني، جا عندي بغى يسلم عليا قال لي ولدي قال يعني هضر معايا قال لي كيداير قال لي لاباس عليك، قلت له لاباس الحمد لله، قال لي مالك ولدي الدراجه ديالك، قال لي بغيت نصور لك مداش نقدر نتصور، قلت له لا مرحبا، قال لي واش واش شي حاجه ماشي هو هذاك فهمتني، قلت له المهم عندي شي مشاكل وهادي وهادي، عاودت ليه اللي كاين، قال لي شوف ولدي قال لي انت عندك السحر، قال لي وهادشي علاش انا دويت معاك، قال لي انت اما عندك السحر ولا عندك العين، قال لي يلاه نديك معايا على واحد السيد اللي هو في واحد المدينه بلا ما نقول فين، واحد السيد اللي هو ماشي راقي وماشي مشعوذ، واحد السيد كيدير داكشي روحاني صافي سافرنا عنده مشينا عنده، كيف دخلت عنده بقى كيشوف في حق الله كيشوف لي في عينيا، وقال لي جلس ولدي جلس قبالته بس انت تخدم بالروحانيات. لا بالروحانيات لا احسن فوتوها لان راك عارف كاينين العقول ضعيفه وداك الشيء تيتاثروا بهاد الهضره هذه. لا ما كايناش شي حاجه نقولها لي حاجه اللي فايته واخا كمل لي نسيت بقيت يهضر معايا واحد الساعه صافي نهيا واحد اللي نقول لهم غد صافي سخفت باش عاقل على راسي كاع مره، ركبت واحد الطوموبيل يعني في ديك اللحظه هذيك راه ماشي انا اللي تنهضر وماشي انا اللي كنتمشى معاهم ولا اللي كنهضر ولا كندخل فيها مابقاش مابقاش نحكم في راسي كاع بصفه نهائيه. صافي ركبوني نزلوني في مشينا لواحد المنطقه قريبه للباص اللي كنسكن انايا، ولكن ماشي هنا واحد 50 كيلومتر هكاك ولا هادي، وداك الشيء اللي فيه خبط اللي غادي معاه ما عرفتش ان هذاك المس العاشق اللي فيه انايا خرج ونطق على اللسان ديالي انا نسيت. وصلنا لواحد المقبره، هذيك المقبره هذيك غنقولوا تقريبا مهجوره فهمتين. انا ديك الساعه صافي بقيت غادي وانا كنطيح تحت في الوسط ديال واحد القبر تحت صافي، انا مابقيتش عاقل من هذا الشيء غير تيعاودوا لي الناس، بقاو تيحفروا هما تمايا في واحد جنب واحد القبر، دابا هذا هو الجديد اللي بغيت نقول لك عليه انايا في بقينا تنحفر بقاو تيحفروا واحد البليصه، وهذا الفيديو واقيلا بدر فكرني فيه في التالي نصيفطوا لك الفيديو ديالاش كنا جبدنا السحور من تحت واحد القبر، وهذا السحور شنو فيه؟ هذا السحور فيه التصويره ديال الام ديالي في 1989 واقيلا ولا ما عرفتش شنو. واه تصويره قديمه، وهاد التصويره هادي التصويره هادي ليلى يلاه كاتبين فيها السرطان الموت الدمار الشتات الفرق العجنه ديال التصويره.
تما انا عرفت بلي الام ديالي ما ماتش بلي ما ماتش موتة عادية وعشت. والدليل على هذا الشيء هذا هو الحلمة اللي كانت حلمات ديال الكلب كحل تيعضى في الصدر ديالها. ويلا كانوا معنا هنايا الناس اللي هما كيعرفوا في الرقية وهذا الشيء هذا راه يقولوا لك هاد الكلمة ديال الكلب كحل عضى في الصدر شنو كتعني في فهمتيهم. صافي ديك الساعة تقريبا قربت أنايا تنقول لك يعني من واحد الناحية وكانت أمر الله من واحد الناحية قربت نحماق من واحد الناحية كتشوف واش غتقد هادي ولا غتقد هادي ولا غتقد هادي يعني تخربق ديال بصح. داك الشيء علاش ملي غادي نبقى تحارو فيا حق الله يعني عرفت شكون اللي دار السحر فهمتي عرفت شكون اللي دار السحر ومشيت قلبت على الأب ديالي يعني الأب ديالي تقريبا راه شي 9 سنين ولا 8 سنين شفتو ملي كتمات الوالدة ملي كتمات الوالدة ما كنتش شفتها صافي يعني جيت عندو جر عليا تقريبا 4 المرات صافي. ولكن ملي عرفت بلي راه السحر اللي كان دار الأم ديالي فين وفين قلت تلاقيت معاه جيت لعندو سلمت عليه هدرت معاه قلت له الاسم ديالها قلت له شكون هي الاسم ديالها ولا بغيتي كاع نقول لها الاسم ديالها نعيمة قلت له الاسم ديالها شكون هي صافي عرفها. انا كنهضر انا وياه صافي تسامحت معاه هو اصلا ديما قاصح يعني المعاملة ديالو ديما شوية المهم تقولو تسامحت معاه صفات معاه الخاطر المهم حتى حاجة مفقت بيني وبينو كيما كل حالة خير والدة تيبقاو الوالدين راه اللي سمحنا بحق الوالدين حتى هو لقيتهم حتى هو مسكين لقيتهم مريض وفيه الضيقة صافي. حتى واحد النهار كنقال لي واحد السيد كنعرفو واحد السيد صديق ديالي يعني اللي كنعرفو المهم كنعرف عليه غير الخير قال لي اخويا يونس قال لي كاينه واحد الحركه يعني واحد المشيه على مدينه جديده بجيتسكي قال لي صافي قال لي ان شاء الله الا بغيتي قد لك مع السيد اش تبغي نقطو شاد السيد معقول قال لي هاد السيد راه معقول وراه مزيان ومشينا وسولنا عليه وعرفنا كل شيء يعني في جديده بالضبط تمايا وصافي انا يعني مثلا كان يسال الله ونمشي نخدم على راسي والحلم ديالي يعني الحلم ديالي شنو هو نخدم ونخلص الكريدي اللي عليا فهمتيني ونبدا صفحه جديده صافي يعني الحمد لله كنا تعنا الجديده وتلاقينا السيد وسولنا عليه تمايا وقينا يعني كلشي كيشكرو وقالنا نمشي غتجيكم 4 المليون لواحد انت قال لينا غتعطيوني جوج والاخرى باش توصلوا عاد غتخلصوها صافي. ديك الساعه درت انا مع لقيتها طلعنا عندو حنايا سميتو الجديده طلعنا عندو الجديده اللي سمعنا معاه انا عطيتو 2 مليون انا ديك الساعات قبل ما عطيتو 2 مليون وحق الله يا اخي ما دورتش ربي راه شاهد عليا كان عندي واحد تريبورتور يعني كنت خدام به هاد التريبورتور هذا يعني كيما كان الحال يعني كنت كنستلزق بها الله هكاك ولكن يعني نيشت القضيه فيها الحركه وعرفت بلي هادشي اللي وقع ليا مابقيتش قادر صافي طلعت لي كلشي في راسي يعني صافي طلعت لي الدنيا في راسي قسما بالله صافي بعت ديك الموتور واني وزدت تسلفت وزدت غرقت راسي بكريديات وشحال من حاجه صافي عطينا السيد 2 مليون دار معانا تقريبا داز واحد شي 34 يوم هكا كل 35 يوم صونا علينا قلنا طلع الجديده طلعنا عندو قيلنا معاه تما بواحد القهوه جلسنا معاه في العشيه ماشي ضربت شي 9 د الليل مشينا لواحد البلاصه بقات عاقله سميتها المهم مشينا ليها ماشي جويه 10 بقينا تما ضربت شي جويه شي 12 د الليل هبطنا على واحد الغابه يعني واحد البلاصه جايه مطرفه هبطنا وانا جالسين تما قال لنا غير تسناو هنايا جنب البحر انا جالسين بالليل والبارد حنا جالسين هكا في جنب البحر كنتسناو الجيسك اللي قالنا السيد صافي ضربت الساعه المهم هو خلانا تمايا بقاو حدانا ضربت تمايا شي شوية جوج الليل حنا جالسين تمايا حتى لشي 7 الصباح صافي فقنا المهم بقينا هكا جالسين تمايا كنتسناو هكا هاد الصوت ديال جيسك تجي عندنا ولا هادي صافي المهم ضربت شي 6 الصباح حنا كنقلبو على السيد اللي هو جينا لعندو في الأول وصلنا معاه كلشي عيلا نقلبو عليه تمايا حسب لينا حاجة كراب صافي يدير شي حاجة يعني حنا بقينا جالسين هكا وشفنا غادي والله إلا كسرت لي النية صافي يعني حسبنا غادي يدير شي حاجة ولا صافي حتى واحد الساعة مشى من تما بقيت أنا تنكر أنا ودرتي كان يعني ما تقبلتش بصراحة ديك الوضع هذاك وحق الله قلت له شفنا ودرتي صافي بقيت كنقول له اللي كان عندي كملتي ليا أنت يعني مكسر
الشيء اللي وقع لي تكملت لي انت يا قاعد الشهر اخويا اخويا بدر لا اله الا الله صافي هذا الشيء اللي كان